بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كابتن أحمد عبد الراضي يحييكم، ويسعدني أن أنقل لكم على قناة النادي الأهلي مباراة مرتبط النادي الأهلي ومرتبط القناة تحت 18 سنة بملعب النادي الأهلي. المباراة الأولى انتهت لصالح الأهلي 135. التشكيل والأرقام، هبدأ بالنادي الأهلي. رقم 4 محمد طارق خيري، رقم 5 عمر موفق، رقم 9 علي محمد حامد، رقم 10 مصطفى جابر، رقم 14 محمد عمار، 22 عمرو أنيس، 23 عمر حاتم أبو الفتوح، 30 ياسين عبده، 34 أحمد فادي هاني، 35 عمر عصام صاصة، 44 إبراهيم محمد، 99 يوسف أحمد عبد الهادي. القناة بيمثله رقم 00 معاذ جابر، 5 جمال عصام، 7 آدم عبد المقصود، 8 حسين حاتم، 9 ريشة، 12 يوسف صبحي، 11 عمرو طلبة، 34 عمرو عماد، 35 مالك هشام، 46 زياد خالد، 69 عمر محمد وهدان، و21 ياسين وليد. الإدارة الفنية للنادي الأهلي، كابتن كريم ضيف، نائب مدير قطاع الناشئين كابتن محمد أشرف توفيق، المدير الفني كابتن أحمد حسن النبي مدرب مساعد، وكابتن فؤاد أحمد الإداري، وكابتن شريف رشيد الدكتور شريف رشيد، ومروان عادل للإعداد البدني. القناة الجهاز الفني والإداري، هيثم رسلان مدير فني، وعبد الرحمن حسني مدرب مساعد، هاني يحيى الإداري، وعمر محمد علاء للأحمال. عايز أقول لكم أن مرتبط القناة كله جاي من سموحة، مرتبط سموحة به. الإدارة التحكيمية النهاردة كابتن علي هشام، ومعاه كابتن إسلام نبيل. على الترابيزة كابتن محمود عبد الحكيم، وكابتن ضياء السيد، وكنزة بن عيسى. لحظات ويبدأ اللقاء، وأقول لكم خماسي أدي طقم التحكيم بتاعنا على ترابيزة التحكيم في ملعب النادي الأهلي. لحظات وأقول لك خماسي الأهلي وخماسي القناة. المباراة اللي فاتت كانت يوم الثلاثاء وانتهت لصالح الأهلي بسكور كبير جدا 135. كنا عايزين نعدي 100 شوية عشان نقول تخطي حاجز 100، لكن الأهلي اكتفى بالمئة نقطة. عايز أقول لك أن مرتبط الأهلي من أقوى المرتبط في دوري العام المرتبط هذا الموسم، 5 و5 على فريق المرتبط. يعني عايز اقول لك ان مستقبل النادي الاهلي بخير باذن الله. ادي كابتن محمد اشرف توفيق المدير الفني لمرتبط النادي الاهلي، وجنبه فؤاد، وفي انتظار بدايه اللقاء كابتن اسلام نبيل بيستعد هو خماسي الاهلي محمد طارق خيري وعمار محمد عمار وصاصة عمر عصام صاصة وعمر أنيس 22 و30 ياسين عبده. ده خماسي الأهلي، لسه ما ظهرش خماسي القناة ولسه المحاضرة النهائية ما خلصتش. رقم 7 آدم عبد المقصود، رقم 34 عمر عماد، رقم 9 ريشة، لسه ما ظهر ليش، ورقم 19 عمر وهدان. ادي بداية باللون الاحمر ياسين عبده. اتفرج بقى على نجوم الاهلي ومستقبل النادي الاهلي. على التنفيذ محمد طارق خيري، حطها لعمار، وعمار لعمر انيس. عمرو انيس كده بيشبهه كده بعمرو الجندي، نفس الاستايل. ادي خيري، ادي الاختراق، حطها لصاصة، المسافات المتوسطه ما بتجيش، والمتابعه لعمار، عمار حطها لعمرو انيس، جاله عمار بسكرين، عدى حطها لعمار. يا سلام عليك يا عمار، حطها كده، ولكن عمار خد اول سايد لمصلحه الاهلي. لا اوت للقناه، لا كابتن اسلام غير بقى للاهلي. ماشي ياسين عبده، محمد طارق خيري على الثلاثيه، وثلاثيه خيري قصيره اوت للقناه، وهدان على التنفيذ.
ودفاع قوي من الاهلي من اول الملعب فول كورت. ادم عبد المقصود دبل تيمينج والحيازه اهلاويه. محمد طارق خيري، عمرو انيس، خيري تاني، ياسين عبده، خيري واخد سكرين من عمار، خيري وقف على كورته، مسافات المتوسطه ما بتجيش، والمتابعه من جمال عصام. وهدان، ريشه لادم عبد المقصود تاني، جمال عصام حطها لوهدان لريشه، وادي كده دفاع من خيري انما خدها ادم عبد المقصود ولسه اعتقد زمن الهجمه خلاص. جمال عصام حطها ل عمر عماد بيسجل اول نقاط القناه، اتنين القناه لسه الاهلي. محمد طارق خيري، عمرو انيس، مقطوعه من عمرو انيس انما في فاول حسبه كابتن علي هشام على عمرو انيس. جمال عصام ريشه لحس ادم عبد المقصود، والدفاعات والترابات من الاهلاويه مستمره. جمال عصام حطها لادم عبد المقصود انما مقطوعه من خيري، 3-1. خيري خيري حط ياسين عبده وادي واحده كده من بتعجب الجمهور، ياسين عبده كده كسر الحلقه واول نقاط الاهلاويه، 2 الاهلي 2 القناه. وادي دبل تيمينج هجمه للقناه. ادم عبد المقصود وادم حطها لريشه 1-1، ولكن صاصة كده قافل مية ونور وغاز طبيعي. يا سلام عليك يا صاصة، مستقبل النادي الأهلي عمر عصام صاصة. أدي صاصة وأدي الاختراق حطها لعمار، وعمار مسافات المتوسطة بيسجل 4 الأهلي 2 القناة. تابعوا معايا كده صاصة وشوفوا قد إيه الولد ده مستقبل للأهلي بإذن الله. جمال عصام، وهدان، اختراق من وهدان، وادي واحدة مسافات المتوسطة ولكن دفاعات الأهلاوية وصاصة المتابعة، وادي ياسين عبده والاختراقات طلع هو وبيسجل ياسين عبده نقطتين، 6 الأهلي 2 القناة. هجمة للأزرق القناة، عمر عماد، وادي واحدة ثلاثية ما بتجيش والمتابعة للقناة. ريشة، عمر عماد تاني، ادي الاختراق وحط واحده كده لكن مقطوعه عمار. خيري، يلا يا خيري عايزين نتفرج على ثلاثياتك يا خيري. عدى خيري وبشماله خيري ما بتجيش، والمتابعه لعمرو انيس. عمرو انيس هجمه جديده حطها لعمار، وعمار حطها مقطوعه، وادي واحده كده لادم عبد المقصود لوحده خالص بيسجل، 6 الاهلي 4 القناه. محمد طارق خيري، عمرو انيس، خيري تاني، جاله سكرين من عمار، ادي الاختراقات من خيري، وقف على كورته، مسافات المتوسطة بيسجل خيري، 8 الاهلي 4 القناة. حكم وقف الملعب كده، في كورة نزلت الملعب لازم على طول يوقف الملعب ويخرج الكورة خارج الملعب. ادي الاهلي عامل دفاعه من اول الملعب. جمال عصام حطها لعمر عماد، وعمر حطها، وادي واحده ثلاثيه ما بتجيش والمتابعه لعمر عماد، وخيري عامل دفاع بفاول. كابتن علي هشام برضه هو اللي حاسب، 8 الاهلي 4 القناه، متبقي 5 دقائق 27 ثانيه على احداث الفتره الاولى. بفكر حضراتكم ان شاء الله الساعه 6 الكبار في الاسماعيليه النادي الاهلي ونادي القناه. الاهلي طبعا محتاج يكسب هذا اللقاء يبقى خلاص تاهل رسميا لدور الثمانيه لملاقات الزمالك. محمد طارق خيري عدى وحطها كده واحده سريعه لصاصه، وعدى صاصه
ومخالفه المشي بالكره. هقول لك المواجهات المباشره اللي جايه والادوار اللي جايه وهقول لك كل حاجه في اول توقف. وهدان عمر عماد ادي الاختراق ادي اللفه وصاصة الدفاع حطها تحت السله واوت لمصلحه القناه. ده كان ريشه شايف كده في الصوره مستر داني مدير قطاع الناشئين قاعد يشاهد المباراه. ادم عبد المقصود اختراق من ادم حط واحده تحت السله و اوت للاهلي. ممكن يكون داس على الخط كابتن اسلام نبيل. ياسين عبده محمد طارق خيري عمرو انيس خيري عمار سكرين وقف على كورته خيري عمرو انيس خيري. لسه الاهلي ما شفناش ثلاثياته. عمار جاله بسكرين تاني عدى وادي واحده لياسين عبده على الثلاثيه ما بتجيش. والمتابعه لمصلحه القناه 8 الاهلي 4 القناه. لسه السكور قليل جدا لسه الاهلاويه ما سخنوش. وهدان على التنفيذ جمال عصام لريشه لجمال عصام تاني النهارده برضه فرصه محمد اشرف توفيق يجرب كل ولاده علشان اللي جاي اصعب واصعب اكيد لازم يجهز كل فرقته. شايف النهارده مريح بلال طلبه وحسن محمود مريحين النهارده اعتقد كده الراحه راحه ايجابيه عشان الماتشات اللي جايه طبعا وكل لعيب ياخد فرصته في النادي الاهلي. محمد طارق خيري على التنفيذ ياسين عبده لخيري تاني صاصة ادي ابو الفتوح خيري لصاصة واحد على واحد ادي الاستلام وادي اللفة ولكن ما بيجيش خد فاول على ريشة. كده نزل ابو الفتوح مكان عمرو انيس. اول تغيير الاهلي صاصة بيسجل الأولى. وبيسجل الثانية. 10 الأهلي 4 القناة. ولسه محمد أشرف توفيق مصمم على الدفاع من أول الملعب. وأدي واحدة كده من أول الملعب لآخره في ما بيجيش. وأدي كمان عمر موفق. محمد طارق خيري وادي الاختراق حطها لصاصة ادي الخطوة والمتابعة واخد فاول برضه صاصة. الخطوة دي يا صاصة عايزة بعديها تجيب دنك على طول خطوة كده برجلك الشمال ودنك بعدها لازم انما خد فاول. سجل الاولى صاصة كده صاصة شايط ثلاث رميات جايب الثلاثة يبقى نقدر نقول 100% اللهم لا حسد يا صاصة. وادي كمان الرابعة 4 من 4 يبقى الأمور تمام يا صاصة. 11 12 الأهلي 4 القناة. يوسف صبحي على التنفيذ سابها الوهدان. عمرو طلبه طلبه لوهدان عدى وهدان نص ملعبه حطها لطلبه تاني ودفاعات الاهلاويه قويه جدا. وادي الاختراق والمتابعه اهلاويه ياسين عبده. ياسين محمد طارق خيري حطها حلو قوي لصاصه وصاصه كده عايز فاول ما خدش الفاول. يوسف صبحي ريشه لطلبه وهدان عدى من موفق عمر عماد اختراق مسافات المتوسطه ما بتجيش والحيازه اهلاويه
متبقي 4 دقائق على الفتره الاولى. 12 الاهلي الاحمر، 4 القناه الازرق. محمد طارق خيري. ابو الفتوح موفق لحاتم تاني، وادي موفق على الثلاثيه ما بيجيش، والحيازه للقناه. طلبه وهدان، علق كورت وهدان، والمتابعه من اعلى نقطه لموفق. ادي موفق، وادي اختراقات موفق، عدى هو ولكن خد فاول. ودي اشاره كده من الكابتن علي هشام بيقول له اوت سايد مش رميتين. ماشي يا كابتن علي. اسماعيل الراجل طالع يا كابتن علي واخد اللياب بتاعه ومعمول عليه فاول. يلا مش هنتكلم على التحكيم يا كابتن علي. ادي كمان الكابتن محمد اشرف بيقول له الراجل طالع على الباسكت. ادي الاشاره واضحه وصريحه. شكرا لمخرجنا. ادي صاصة، وادي فاول تاني. فاول قوي جدا مع صاصة. رميتين لصاصة. سجل صاصة الخمسة كده، 5 و5 عليك يا صاصة، 5 من 5. وادي كمان الستة، الله عليك يا صاصة. وكابتن لا ده تايم اوت طلبه المدير الفني للقناه كابتن، لا ده مش تايم اوت، ده تغيير لصاصه. يبقى كده كابتن اشرف توفيق، محمد اشرف توفيق غير خيري وصاصه عشان طبعا يديهم نفسهم شويه. ماشي. ادي برضو الدفاع من اول الملعب لسه الاهلاويه عاملينه. وهدان، احمد فادي هاني مكان محمد خيري، وشايف كمان يوسف احمد عبد الهادي المنتقل حديثا من دمياط للأهلوية. وهدان على الثلاثية، وثلاثية وهدان، والمتابعة من أعلى نقطة لموفق. أبو أحمد فادي هاني، ياسين عبده، أحمد فادي موفق. أدي الاستلام، وأدي اللفة، وأدي الحطة ما بتجيش. أوت على الأهلي، 14 الأهلي، 4 القناة، وفارق العشر نقاط. دقيقة وعشرين ثانية. ادي موفق اهو الاستلام، لف الراجل، بص ايديه عايزة تعلى شوية يا موفق. يلا معلش معلش. ادي وقت مستقطع طلبه كابتن محمد اشرف توفيق المدير الفني للنادي الاهلي. هقول لك بسرعة كده توزيعة المباريات الفترة القادمة ان شاء الله. النادي الاهلي ان شاء الله النهارده يعدي مرحله القناه، يكون في استقبال الزمالك في الادوار القادمه. الاتحاد السكندري هيكون مع الجزيره، وسبورتنج هيكون مع الاتصالات، وسموحه مع الاولمبي. ده الادوار القادمه للثمانيه الكبار. يبقى كده الثمانيه الكبار في دوري المرتبط: الاهلي، الزمالك، الاتحاد، الجزيره، سبورتنج، اتصالات، سموحه، الاولمبي. ولكن مجموعه الاهلي والزمالك والاتحاد والجزيره في هيتقابلوا في قبل النهائي. يعني الفائز من الاهلي والزمالك هيلاعب الاتحاد والجزيره، والفائز من لقاء سبورتنج والاتصالات هيلعب مع الفائز من سموحه والاولمبي. ده الثمانيه الكبار. من 9 ل 16 هيكون الشمس، هليوبلس، الجيش، القناه، إسترن كومباني، التأمين، والظهور، والطيران. ده الموقف في المجموعات القادمة أو المباريات القادمة. عودة لأحداث اللقاء. الهجمة للقناة. يبقى اللي خد التايم أوت مدرب القناة كابتن هيثم رسلان، مش محمد أشرف توفيق. طلبة، ولسه القناة بيبحث عن الثلاثية والاختراق الأهلوية، مش عارف لسه. أدي مصطفى واخد فاول. مصطفى
تشكيله في الملعب دي كده اقدر اقول لك كابتن محمد اشرف توفيق غير الخمسه. مصطفى، جابر، يبقى شوط رميتين لان القناه عمل الاربعه فاول بتوع. توقيت 43 ثانية، الأهلي 14، القناة 4. ضيع الأولى مصطفى، لسه نازل معلش. والحيازة للقناة، معاذ جابر دايس على الخط. كابتن إسلام نبيل هو اللي شافها. مصطفى على التنفيذ بيدور على يوسف، حطها لاحمد فادي على الثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه باللون الازرق للقناه. طلبه يوسف صبحي لطلبه تاني، ياسين وليد برضه دايس على الخط. عمرو طلبه، القناه لسه يبحث عن اختراق الدفاع الاهلاوي، مش قادر مش قادر، ده دليل على الدفاع القوي للاهلي. عايزين بقى نكمل في الاوفنس، ادي هجمه سريعه لأبو الفتوح بيسجل نقطتين. 7 ثواني على الفتره الاولى، والبساط السريعه للقناه يبحث عن التسجيل في الاهلاويه ولكن مخالفه المشي بالكره، والهجمه اهلاويه. يا ترى باقي قد ايه؟ سوى غالبا يعني باقي لحظات، هنشوف. ادي مصطفى، احمد فادي هاني، موفق، ابو الفتوح، اختراق من ابو الفتوح، عدى حط في اللوحه بيسجل المره الثانيه عمر حاتم ابو الفتوح. النقطه رقم 4 ليه والنقطه رقم 18 للاهلاويه. يوسف صبحي لطلبة، ونهاية أحداث الفترة الأولى. بصوا الاختراق الجميل، بصوا الاختراق الجميل من أبو الفتوح، دخل الراجل اخترق وسجل، ونهاية أحداث الفترة الأولى، والتقدم والتفوق للنادي الأهلي. قلت لك مرتبط الأهلي، النادي الأهلي يعد من أقوى المرتبط في هذا الموسم، وأفكركم إن مرتبط الأهلي بإذن الله بإذن الله هيحصد بطولة الجمهورية بإذن الله من العناصر المميزه مستقبل النادي الاهلي المرتبط اللي انتم شايفينه قدام حضراتكم، مستقبل كبير قوي، ولسه كمان العناصر اللي مريحها الكابتن محمد اشرف توفيق. يا ترى النهارده الاهلي كده هيحاول يعدي حاجز ال 100 نقطه ولا هيكتفي بال 100 نقطه زي الماتش اللي فات؟ الساعه 6 ان شاء الله النهارده هيكون من القناه مباراه النادي الاهلي ونادي القناه. لو المرتبط قدر يفوز في هذا اللقاء يبقى خلاص المباراة القادمة هي مباراة تحصيل حاصل، المباراة هتكون ملهاش يعني أي تأثير، الأهلي هيكون وصل لدور الثمانية، وهتكون المباراة كده عشان نجرب اللعيبة ونجرب كل واحد يطمن على لعيبته. استراحة قصيرة كده دقيقة وعلى أمل العودة، أبقوا معنا. بدأ الأحداث الفترة الثالثة، الفترة الثانية من لقاء مرتبط النادي الأهلي ومرتبط القناة، اللي انتهت أحداث الفترة الأولى بتقدم النادي الأهلي 18-4. الحيازة لمصلحة نادي القناة. معاذ جابر على التنفيذ. سابها لياسين وليد. ادي ياسين معاه موفق، حطها لوهدان. يوسف صبحي، الاختراق من يوسف صبحي. ياسين وليد، قلت لك الاختراقات صعبه جدا جدا، دفاع الاهلي قوي جدا النهارده. احمد فادي هاني، ابو الفتوح
عدى احمد فادي حطها كده كيك اوت لمصطفى على الثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه لعمر موفق. ابو الفتوح تاني واخد سكرين من يوسف، عدى لمصطفى جابر على الثلاثيه ما بتجيش برده، والمتابعه من اعلى نقطه حطها كده لموفق، وموفق بشماله بيسجل. انما اللي عامل المتابعه الاول يوسف عبد الهادي المنتقل حديثا من دمياط للاهلي. النادي الاهلي بيهتم جدا انه يجيب طوال القامه من اي مكان في مصر. يوسف صبحي مقطوعه، احمد فادي هاني 3-2، احمد فادي عدى هو راح هو ولكن ما بتجيش. المتابعه لمصطفى جابر، مصطفى حط لمين؟ حط لابو الفتوح، جاله سكرين من يوسف، ابو الفتوح حطها، الله الاسيست الروعه ده، حطها حلو قوي قوي ليوسف، ويوسف راجل استلم. بصوا يا جماعه القعده، بصوا البيك اند رول عمل السكرين واستلم وخد الخطوه الجميله وطلع بمنتهى الاريحيه وسجل يوسف عبد الهادي. ان شاء الله يكون مستقبل الاهلي. وادي كده نقطتين للقناه عن طريق زياد خالد، 22 الاهلي 6 القناه. مصطفى لموفق، اختراق من موفق، مسافات المتوسطه ما بتجيش. طلبه معاذ جابر لطلبه تاني، طلبه لصبحي، وادي مخالفه الباك زون. مخالفه الباك زون طالما الكره في المنطقه الاماميه ما تنفعش ترجع تاني للمنطقه الخلفيه. تغيير للقناه، فكر حركه تاني، مرتبط القناه كله جايبينه اعاره من سموحه. احمد فادي هاني موفق لابو الفتوح، حاتم ابو الفتوح، عمر ادي موفق جت في رجليك معلش، ادي هجمه للقناه، طلبه ولكن مش مظبوطه للاهلاويه. احمد فادي هاني لعمر ابو الفتوح لاحمد فادي، وقف كده بيفكر في الثلاثيه، واول ثلاثيات الاهلاويه عن طريق احمد فادي هاني، اول ثلاثيه في اللقاء. تخيلوا، ادي دفاع قوي من مصطفى واوت لمصلحه القناه، 25 الاهلي 6 القناه. ادي ثلاثيه احمد فادي هاني، اول ثلاثيه في اللقاء. تسلم ايدك يا احمد. ادي هجمه جديده للاهلاويه، احمد فادي هاني، عمر ابو الفتوح لفادي، لابو الفتوح الاختراقات بيحب الاختراقات قوي، كيك اوت لمصطفى، اختراقات مصطفى، عدى الراجل وحطها كده ولكن ما بتجيش. انما المتابعه القويه جدا من يوسف احمد عبد الهادي وبيسجل نقطتين. 27-6 اهلي. طلبه زياد خالد، وادي الاختراقات ولكن في فاول على مين؟ على احمد فادي هاني، لادم عبد المقصود. ضيع الاولى وضيع الثانيه، والمتابعه ليوسف احمد فادي هاني، ودي هجمه سريعه لموفق، وموفق حطها حلو قوي قوي، وهجمه سريعه 1-2-3، وبيسجل مصطفى جابر هجمه في اقل من 3 ثواني. 29-6 اهلي. ادي هجمه للازرق القناه، ازرق القناه بيبحث عن فك اللغز حتى الان مش عارف. ادي واحده كده خطوه يمين وشمال، وادي واحده المسافات المتوسطه، والمتابعه ليوسف، وادي الهجمه السريعه احمد فادي هاني حطها ولكن مقطوعه، جابها تاني احمد فادي، حط في اللوحه، خد فاول. واضح ان في تعليمات من الجهاز الفني للاهلي، خلص هجمه سريعه.
ادي الكوره احمد فادي هو اللي عمل الستيل المره الثانيه وطلع الراجل خد فاول. يا حظك يا بختك كانت هتيجي. رميتين لاحمد فادي هاني سجل الاولى. وسجل الثانية. واحد وثلاثين الاهلي ستة القناة. خرج موفق ونزل ابراهيم. قلت لك النهارده فرصة لكابتن محمد اشرف توفيق يجرب كل الاوراق. قبل لقائه مع الزمالك يوم الثلاثاء القادم. جمال عصام. ابراهيم قطعها. قطع كورته ابراهيم عامل الستيل الجميل. وقف على كورته واحد على واحد هيستنى الدعم. لف يا سلام عليك يا ابراهيم. الراجل كده ضحك علينا كلنا ولف هو وخد الفاول. بيضحك اهو ماشي يا عم ابراهيم. عمل كده استنانا كلنا وضحك علينا ولف الراجل وخد فاول. ماشي يا ابو خليل. رميتين لابراهيم. ضيع الأولى. والمتابعة ليوسف إنما ده خرج أوت سايد. واحد وثلاثين ستة أهلي. عمر وهدان. ودفاع دبل تيمينج من الاهلي وهدان تاني. الاهلي كده بيعمل دفاعات من اول الملعب مع عمل الترابات على لعيبه القناه. ادي ادم عبد المقصود على الثلاثيه واول ثلاثيات القناه عن طريق رقم سبعه ادم عبد المقصود. يبقى في ثلاثيه هنا وثلاثيه هنا. 31 الاهلي تسعه القناه. علي محمد حامد القصير المكير. ابراهيم. ودي واحدة ثلاثية عن طريق ياسين عبده ما بتجيش. والمتابعة للقناة. جمال عصام. مع ابراهيم. ودي فاول على ابراهيم. وهدان عن تنفيذ. ريشة. لوهدان تاني مع ياسين عبده. حطها الريشه وريشه وقف على الثلاثة بونت كده بيفكر لكن هوائية يا ريشه. علي محمد حامد خد سكرين من يوسف وحط واحدة باونس باص صعب قوي يا علي. يوسف طويل قوي عشان تديله واحدة كده في رجليه صعبة. لازم تديله الكرة في العالي كده وانا احبك يا عم علي. وهدان على التنفيذ. وهدان مع يوسف ويوسف عامل دفاع بفاول. مصطفى جابر اللي عامل الفاول. برميتين. الاهلي 31 القناه 9. ضيع الاولى. وضيع الثانيه. والمتابعه اهلاويه عن طريق مصطفى. مصطفى حطها لعلي محمد حامد اداها ليوسف. يوسف ويوسف حطها لعلي تاني. علي محمد حامد. ابراهيم. ابراهيم بيحب الاختراقات قوي قوي. وادي واحده لعلي. اختراق من علي وقف على كورته وحطها لياسين عبده. ياسين استلم الراجل وسجل نقطتين. ياسين 33 9.
ادي هجمه ريشه، وادي اللفه كده عملها بشكل حلو قوي وسجل ريشه نقطتين. 33-11 علي محمد حامد وتغيير الاتجاه مره واثنين. ادى ياسين عبده طلب السكرين برضو. ادي ياسين واختراقات ياسين كيك اوت لابراهيم، ابراهيم وقف على كورته حطها ليوسف لمصطفى علي محمد حامد القصير المكير. قلت لك علي محمد حامد ده لعيب داهيه بيسجل الثلاثيه الاولى. علي محمد حامد يبقى كده ثلاثيه لعلي وثلاثيه لاحمد فادي هاني. هجمه للقناه جمال عصام، في فاول للقناه. 36-11 اهلي. بص الثلاثيه مصطفى جابر كده حطها لعلي محمد حامد، وعلي محمد حامد يا سلام على الستايل ويا سلام على شكل الثلاثيه يا علي، بنحبك يا علي. جمال عصام ضيع الاولى. 36-11 ضيع الثانيه والحيازه ليوسف، ويوسف لعلي، علي محمد حامد وتغيير الاتجاه وفاصل من المهارات من علي محمد حامد. علي سكريم من يوسف مره واثنين حطها لياسين، وادي اختراقات ياسين، وادي واحده لابراهيم، ولكن في فاول. خرج مصطفى جابر ونزل صاصة. ابراهيم علي محمد حامد، يلا يا علي يلا بقى يلا بقى ما بتجيش. والمتابعه لادم عباسوت، ادي ادم هجمه سريعه لادم، عدى الراجل اخترق كده بمنتهى السرعه وسجل نقطتين. علي محمد حامد، علي خد فاول من ادم عباسوت. ادي الهجمه السريعه عملها الراجل كده سبرنت سريع كده من اول الملعب لاخره وحط واحده بشماله، بصراحه شكلها حلو قوي. ادم عبد المقصود يوسف مقطوعه تيرن اوفر يا يوسف، وادي هجمه للقناه بيسجل جمال عصام. 36-13 علي محمد حامد سكرين اختراق اخترق كده هو بيسجل القصير المكير علي محمد حامد. 38-15 ابراهيم ادم عبد المقصود لجمال عصام حطها الريشه واخد فاول. ونهاية أحداث الفترة الثانية، أستأذنكم في استراحة قصيرة على أمل العودة الفترة الثالثة والرابعة، أبقوا معنا. عودة الأحداث الفترة الثالثة من لقاء مرتبط النادي الأهلي ومرتبط نادي القناة. انتهت أحداث الفترة الأولى 18-4 أهلي، والفترة الثانية 38-15. ادي علي محمد حامد احد ابناء النادي الاهلي المخلصين، ادي موفق على الثلاثية ممكن؟ لا مش ممكن. والمتابعة للقناة. جمال عصام لمعاذ جابر لوهدان عمر عماد حطها كده في الاوتسايد للاهلي. أذكركم إن شاء الله الساعة 6 بإذن الله مباراة الكبار من الإسماعيلية، النادي الأهلي ونادي القناة. إن شاء الله تستمتعوا بيها، والنادي الأهلي النهارده يقدم عرض قوي يليق بالبطل النادي الأهلي. أدي واحدة لعلي محمد حامد ممكن يعمل الثلاثية الثالثة، لا قصيرة.
ادم عبد المقصود، جمال عصام، جمال لعمر عماد، وهدان لسه وهدان بيفكر، ادي الاختراق علق كورته ما بتجيش لانه ما لقاها تاني، لقاها ما بتجيش برضه، والمتابعه لموفق، يلا يا موفق، موفق راح موفق حط واحده بصه كده روعه الروعه لمصطفى، ومصطفى مره واثنين ما بتجيش، ابو الفتوح علي محمد حامد جاله عمار بسكرين، خد السكرين لسه حطها العمار، علي محمد حامد اختراق من علي علق كورته، ولكن نهايه زمن الهجمه. كابتن اسلام نبيل مشاور واضح العلامه او واضحه الاشاره، اداره التحكيميه كابتن علي هشام وكابتن اسلام نبيل. طبعا بنبارك لسيدات النادي الاهلي، امبارح تاهلوا للمباراه النهائيه امام سبورتنج ان شاء الله يوم الثلاثاء والخميس القادم باذن الله، وان شاء الله يكون اللقب اهلاوي لسيدات النادي الاهلي. ادي هجمه لوهدان علق كورت، والمتابعه للقناه لسه مره واثنين، وبيسجل ريشه 38-17. علي محمد حامد موفق، ابو الفتوح عمار جاي له بسكرين، ابو الفتوح وقف على كورته، وثلاثيه ابو الفتوح بيسجل الثلاثيه الثالثه الرابعه للاهلي عن طريق ابو الفتوح، ارتكاز كده وعلى كورته وبيسجل عمر حاتم ابو الفتوح. كده عمر حاتم مسجل ثلاثيه، علي محمد حامد مسجل ثلاثيه، واحمد فادي ثلاثيه، يبقى ثلاثه للاهلي وواحده للقناه عن طريق ادم عبد المقصود. ادي علي محمد حامد موفق، ابو الفتوح لموفق تاني، وادي الاختراق، وادي اللفه حطها العمار جامده شويه انما جابها، ابو الفتوح تاني السكرين، هياخد السكرين يطلع يشوف ثلاثيه ممكن، خد السكرين وادي الاختراق كيكاوت لمصطفى على الثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه لموفق حطها لمصطفى، ومصطفى كده باك ليب بيسجل، مصطفى جابر 43-17 اهلي. ادم عبد المقصود، ودي واحده ثلاثيه، والمتابعه على طول كده للقصير المكير، وعامل باصه من اول الملعب لاخره لابو الفتوح، ولكن خرجت اوت سايد للاهلي. ادي مستر داني في الكادر اهو يتابع المباراه، ومعاه كابتن ابراهيم الجمال وكابتن كريم ضيف، خليه نحل في النادي الاهلي، كابتن كريم ضيف وكابتن الجمال، ومعاهم طبعا مودي الجرحي، خليه نحل في قطاع الناشئين بالنادي الاهلي، لهم كل التحيه وكل التقدير. ادي واحده اتعملت بتكتيك حلو قوي، استلم عمار خلف الدفاعات وسجل نقطتين. جمال عصام، جمال عمر عماد لصبحي لجمال تاني، ودفاع قوي من الاهلي، ابو الفتوح بيقول له مخالفه المشي بالكره ما اتحسبتش، ودي واحده ثلاثيه، عمر موفق المتابعه، عمار وقال تغيير بنزول محمد طارق خيري مكان علي محمد حامد، خيري لسه حتى الان ما شفناش ثلاثيات خيري، ادي اختراقات خيري، وادي كيك هاوت لمصطفى على الثلاثيه برضو لسه ما اشتغلتش، موفق المتابعه، مصطفى جابها تاني، عمار وعمار لخيري، خيري جاي سكرين من عمار، ادي السكرين وقف على كورته حطها لابو الفتوح، ممكن ممكن لا مش ممكن، والمتابعه للقناه. جمال عصام حطها باصه حلوه قوي قوي ل يوسف صبحي وبيسجل نقطتين، خيري لمصطفى لخيري تاني، سكرين من عمار، ادي خيري وثلاثيات خيري، ممكن
لا مش ممكن، والمتابعة للقناة. حسين حاتم ادى الجمال عصام لحاتم تاني، حسين 45-19 مقطوعة من ابو الفتوح، حطها الخيري وخيري لوحده خالص بيسجل نقطتين، انما اللي عامل الستيل عمر حاتم ابو الفتوح. ادي الاختراق وادي السلم الجميل وبيسجل 47-19. هجمه للقناه معاه موفق، وقف على كورته وبيسجل كريم عمرو، ده عمر عماد، اسف عمر عماد. محمد طارق خيري 47-21. مصطفى لخيري تاني، ادي الاختراقات من خيري، عدى كده حطها بشماله وبيسجل الجميل خيري، حطها كده حلو قوي وحط واحده بشماله وخد اضافيه. بصوا يا جماعه بصوا الخطوه دي هي اللي جابت الباسكت، رمي اضافيه لخيري. محمد طارق خيري ما بتجيش، والمتابعه للقناه. طلبه وادي عمرو انيس في الملعب، حسين حاتم لطلبه تاني لصبحي، يوسف صبحي، وادي الاختراق عمر عماد لوحدان، لفه واثنين ولكن الحيازه اهلاويه، مخالفه المشي بالكره. وادي صاصه بيستعد، كابتن كريم ضيف وكابتن فؤاد. محمد طارق خير على التنفيذ، خرج عمر موفق. محمد طارق خيري، عمرو انيس، ياسين عبدو، اختراقات ياسين والمسافات المتوسطه بيسجل ياسين 49-21. عمر عماد، يوسف صبحي لطلبه، حسين حاتم، واعتقد الهجمه خلاص هتنتهي دلوقتي الا بقى لو طلع الشوط. ادي واحده كده مع نهايه زمن الهجمه، بيسجل كده واحده مع نهايه زمن الهجمه. محمد طارق خيري، عمر عماد اللي سجلها، ادي صاصه وحط في اللوحه صاصه بيسجل. طلبه حسين حاتم، وادي الاختراق من وهدان لعمر عماد، كيكاوت لكن داس على الخط. حسين حاتم 53-24. خروج لعمار، هشوف مين اللي نزل مكانه. المباراة لو انتهت بفوز الاهلي باذن الله هقول لك مبروك للاهلي التاهل لدور الثمانيه على طول. محمد طارق خيري، صاصه، ادي اللفه من صاصه، وادي واحده كده سلام عليك يا صاصه، اللفه حلوه وحطها كده بايده اليمين احلى واحلى. 55-24. طلبه وطلبه حطها لزياد خالد، زياد معاه صاصه، لا ده معاه يوسف. عمر عماد اختراق حطها كده اي حاجه ما مش مظبوطه. محمد طارق خيري حطها ل ياسين عبده، وياسين بيسجل. دويتو كده بينهم حافظين بعض. 57-24. في وقت مستقطع طلبه المدير الفني للقناه كابتن هيثم رسلان. أذكركم تاني إن الأهلي لو حسم هذا اللقاء
خلاص يبقى الأهلي تأهل إلى دور الثمانية علشان يلاعب الزمالك يوم الثلاث القادم بإذن الله. المباراة الأولى هتكون في صالة نادي الزمالك بمية عقبة. يوم الثلاث هيكون المباراة الأولى، ويوم الجمعة القادم هتكون مباراة العودة في النادي الأهلي. غالبا كده هيلعب المرتبط في هذا الملعب، والأهلي ممكن يلعب في صالة المقاولون العرب. الأهلي هيلعب الزمالك وهيستنى الفائز من لقاء الاتحاد والجزيرة. كل التوقعات السنة دي عايز أقول لك إن هي ما كانتش مظبوطة، كان كله متوقع إن المربع هيكون الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة. لا خلاص، المربع مش هيكون كده أبدا، لأن هيكون في فرقتين بس من الكبار، الأهلي والزمالك والاتحاد والجزيرة، وهيكون في فرقتين من سبورتنج والاتصالات والسموحة والأولمبي. هنشوف إن شاء الله، هيكون الأهلي بإذن الله أحد طرفي المباراة النهائية، والبطل بإذن الله نادي الأهلي، فريق كبير، فريق عظيم، أديله عمري وبرده قليل، إن شاء الله هو بطل الدوري بإذن الله. لسه التايم أوت ما خلصش، وكان متوصية شوية في التايم أوت ده. أدي كده حديث ما بين كابتن كريم ضيف ومحمد اشرف توفيق. عوده لاحداث اللقاء، متوقع كده دقيقه 27 ثانيه والحيازه للقناه. عمر عماد، طلبه مع عمرو انيس، حسين حاتم. الاهلي بيلعب دفاع 2 3، دفاع متقدم شويه. يوسف صبحي، ادي الاختراق، وادي صاصة. يا نهار ابيض يا نهار ابيض على البلوك اللي عمله صاصة الاول، عامل بلوك كده، قلت لك قافل ميه ونور على. لا ده يوسف يا جماعه، لا ندي حقه، ده يوسف اللي عامل البلوك. ادي خيري بيسجل نقطتين، دفاع قوي جدا جدا من الاهلاويه. طلبه، وادي 2 3 الاهلي المتميز فيه الان، عامل 2 3 متقدم شويه على القناه. ادي الاختراق، ودفاع قوي من ياسين عبده. يوسف، محمد طارق، خيري. يلا يا خيري، عايزين ثلاثيه يا خيري، ثلاثياتك فين يا خيري؟ صاصة، خيري، جاي له سكرين من يوسف. ادي السكرين، وقف على كورته، عدى، لقاها كده سهله سهله، فاضيه فاضيه، بيسجل خيري. 59 24، بصوا كده يا جماعه، ادي وقف على كورته، كان هيشوط، لقى الطريق فاضي، كمل يا سيدي، سجل يا سيدي. ادي النقطتين بتوع خيري. خمسة وعشرين ثانية وتقادم اهلاوي 61 24. وهدان، دفاع من خيري، حطها لعمر عماد، لوهدان تاني، وثلاثية وهدان مخطوفة كده ولكن ما بتجيش. انما يوسف عامل دفاعات قويه. محمد طارق، خيري، خيري عدى، وقف على كورته، يلا بقى يلا بقى، ما بتجيش. ونهايه احداث الفتره الثالثه والتقدم للنادي الاهلي 61 24. نسمع كده المدير الفني، نسمع المدير الفني بيقول ايه. عودة لأحداث الفترة الرابعة من لقاء مرتبط النادي الأهلي ومرتبط نادي القناة. 10 دقايق تفصلنا عن نهاية المباراة، وأقول لك مبروك تأهل الأهلاوية إلى دور الثمانية. على التنفيذ وهدان، تلات أحداث الفترة الثالثة، 61 24 الأهلي. أدي هجمة للقناة، معاذ جابر لوهدان لصبحي، انما مقطوعه من عمرو انيس، وادي واحده سريعه لمحمد طارق خيري، اسرع دليفري في مصر، بيسجل على طول خيري. 63 24.
يوسف صبحي اختراق، انما عمرو انيس برضه ولا قطع الكوره. ادي عمرو انيس واحد على واحد، عدى راح ولكن ما بتجيش. محمد خير المتابعه حطها لصاصه، جابها عمرو انيس بيحط في اللوحه واخد فاول. فاول للاهلاويه، عمرو انيس على التنفيذ. رميتين لعمرو انيس. الفترة الأولى للأهلي انتهت 18-4، الثانية 38-15، والثالثة 61-24. عمرو انيس بيسجل الأولى. بيسجل الثانية. تغيير للقناة، خرج عمر عماد. ادي هجمه للقناه، طلبه فريق القناه كلها جايبه المرتبط من سموحه ما عدا لعيب واحد ريشه رقم 9 زي برضو. ادي باصه غلط الاول، تيرن اوفر. شوف الباصه الاول بعدين اقول لك كام فرقه جايبه مستعينه بمرتبط من الخارج. ادي واحده مقطوعه، عمرو انيس 3-2. انيس حطها خلفيه لصاصه، وصاصة كده الاستلام، واحدة واثنين حط في اللوحة ولكن في فاول. برضو عمرو أنيس نفس اللي قلته، ما ينفعش أسلم اللعيب الطويل باونس باص، لازم كده أديله الكرة في العالي عشان أقول لك اديني في العالي وأنا أحبك. أهي بص الكرة اديها له كده في الأرض. الفترة الجاية أحمد فادي هاني، مسافات المتوسطة ما بتجيش، والمتابعة للقناة. جمال عصام، أدي الاختراق لجمال تاني، حط في اللوحة بيسجل. 69 أهلي، 28 القناة. إبراهيم لف برضه لفه حلوه كده وحط كيك اوت لصاصه،
عمرو أنيس، وادي واحدة ليوسف، ويوسف ما بتجيش. لا يوسف حط ايدك في الحلقة اكتر من كده يا يوسف. جمال عصام، ادي الاختراق. بصوا الاثنين يا جماعة، الله اكبر، صاصة ويوسف، حاجة كده يعني صعب قوي لأي فرقة. ان شاء الله ربنا يحميكم يا رب وتكونوا مستقبل النادي الاهلي. احمد فادي هاني، صاصة، ادي اللفة من صاصة، راح كده حط. الله عليك يا صاصة، الله عليك يا ابني، راجل كده لعيب ارتكاز بيلعب كده ويحط كرة بشكل فيه رشاقة ومرونة من عمر عصام صاصة، ومعاه رميتين. شوط الثمانية جبت الثمانية وادعاك اتنين يبقوا عشرة. هنقول يا رب العشرة من عشرة ولا ايه يا عصام؟ هنشوف. بصوا اللفة، بصوا يا جماعة بيلعب اكنه بصراحة اكنه لاعب قطر مش بيفوت. حسدتك يا صاصة. كده يبقى تسعة جاب فيهم تمانية. هات العشرة يا سيدي، برضو قولك متشكرين. كده جاب تسعة من عشرة، متشكرين يا صاصة. وتغيير، خرج عمر عماد من القناة. جمال عصام، ادي الاختراق، كيكاوت، عمرو انيس، وهدان عدى من ويسجل، عدى كده من يوسف وبيسجل. 70-30، 40 نقطة أهلاوية. عمرو انيس، احمد فادي هاني، ابراهيم، صاصة لابراهيم، تاني لصاصة على الثلاثية لابراهيم. ادي اختراقات ابراهيم، عدى ابراهيم، بيحب الاختراقات بيسجل. قايل لك ابراهيم بيحب الاختراقات قوي، اخترق الراجل وسجل وخد رمية اضافية. بص الاختراق بتاع ابراهيم، اختراق قوي كده وبيسجل نقطتين. 72 الاهلي، 30 القناة، ورمية اضافية لابراهيم. عايز اقول للناشئين لازم يا جماعة تاخد رمية اضافية، لازم تصمم تجيبها عشان انت كده بتكافئ نفسك وبتكافئنا احنا كمان. ابراهيم بيضيع رمية اضافية، معلش. بصوا التكتيك اللي هيحصل ده يا جماعه، هيلف صاصه ويستلم. ادي عمرو انيس، وادي السكرين حطها ليوسف المره دي، لا اديها لاحمد فادي هاني، ماشي، يبقى بننوع في التكتيك. صاصه، ادي صاصه بيمارس هواياته، حطها حلو قوي قوي لاحمد فادي، ويا سلام عليك يا احمد فادي، خد الخطوه وبيسجل احمد فادي هاني. وهدان، كيكاوت لعصام، جمال عصام، ويوسف كده حط ايده خرجت اوت سايد على الاهلي. 75-30، عمر موفق في الملعب كمان، هو لعيب مميز، عمر موفق لعيب ليه مستقبل كبير قوي، عمر موفق. وخرج عمرو انيس، عمرو انيس الجندي، وبياخد تحيه زمايله. خمس دقائق وثمانية من عشرة من الثانية تفصلنا على الفترة الرابعة والمباراة. ادي هجمه للقناه، وادي واحده قطعها عمر موفق. وادي واحده ثلاثيه عن طريق جمال عصام بيسجل ثلاثيه، الثلاثيه الثالثه للقناه. احمد فادي هاني، 75-33، ابراهيم حطها ليوسف، ويوسف حطها لاحمد فادي هاني انها مقطوعه. جمال عصام، 3-2، عدى الراجل سلم كده وبيسجل نقطتين. وهدان، عمر السيد وهدان، 75-35، رجعنا تاني ل 40 نقطه. وادي واحده ثلاثيه من موفق ما بتجيش، وادي هجمه سريعه للقناه، القناه كده بقى له هجمتين بيسجل في الاهلي. ادي فعلا زي ما قايل لك كده بيسجل تاني هجمة سريعة من عمر عماد. 75-37، ابراهيم قناة ثلاث هجمات ورا بعض، سجل ست نقاط، لا سبع نقاط، ثلاثية واربعة بعدهم. صاصة، وصاصة حطها
واحده ثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه للقناه. جمال عصام ودي برضه هجمه سريعه تاني، راح الراجل عدى ولكن خد فاول. 75 37، 3 دقائق 47 ثانيه. وعمر ابو الفتوح بديلا لابراهيم، عمر حاتم ابو الفتوح. بصوا اللقطه الظريفه دي، صاصه بيربط جزمته على طول لعيب القناه، نفس القصه نفس الرجل ونفس الحذاء. ماشي يوسف صبحي ضيع الاولى، وسجل الثانيه 75 38. احمد فادي هاني موفق، لفادي هاني ثاني لموفق، اختراق حطها لصاصه نفسه في ثلاثيه ما بتجيش هوائيه، والمتابعه للقناه. ادي واحده سريعه ثاني، هجمه سريعه بيسجل عمر عماد 75 40، هجمه سريعه جدا عملوها حلو قوي القناه. حاول كده احمد فادي يشيلها له ولكن عمر عماد بيسجل. ابو الفتوح احمد فادي هاني، اطلع يا راجل اطلع يا راجل، وادي واحده ما بتجيش، والمتابعه للقناه. جمال عصام وخرجت اوت سايد الاهلي. كابتن اسلام نبيل بيستدعي احد من لعيبه الاهلي عشان يسلموا الكوره. احمد فادي هاني، عمر حاتم ابو الفتوح، متبقي دقيقتين 59 ثانيه. صاصة لابو الفتوح تاني، ابو الفتوح اختراق، اخترق كده بشكل حلو قوي قوي وبيسجل ابو الفتوح. عمر حاتم ابو الفتوح عامل ماتش كويس قوي النهارده عمر. ادي اختراق عمر، وادي مخرجنا كده بيعيد لكم لقطه ابو الفتوح. ادي هجمه للقناه، وادي ثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه لفادي وقعت من ايده، وهجمه للقناه تاني. جمال عصام وهدان على الثلاثيه، وادي واحده مخطوفه ما بتجيش. يوسف المتابعه، احمد فادي هاني لصاصه، استلم صاصه حط في اللوحه بيسجل صاصه. 77 40. بصوا الباصه الجميله، الباصه حلوه قوي، الباصه جميله يا احمد يا فادي. وادي صاصه استلم وحط في اعلى نقطه في اللوحه وبيسجل صاصه، ومعاه على طول وقت مستقطع طلبه كابتن هيثم رسلان مدير فني القناه. 79 40، فكركم مرتبط القناه هو جاي كله من سموحه ما عدا لاعب رقم 9 رشاد احمد ريشه. ادي كابتن محمد اشرف توفيق طبعا بيوجه لعيبته، اكيد بيقول لهم على الاربع خمس هجمات السريعه اللي مخرجنا بيعيدهم لكم دول، هو ده اللي بيتكلم فيه كابتن محمد اشرف توفيق. استمتع كده مع مخرجنا بالعاده الجميله واللقطات الاجمل. عودة لأحداث اللقاء. جمال عصام، جمال ادي الاختراق من جمال، وقف على كورته علق الكرة ما بتجيش. يوسف المتابعة من اعلى نقطة حطها لأحمد فادي هاني، دقيقة وخمسين ثانية والتقدم اهلاوي. احمد فادي هاني عملها كيك اوت لابراهيم، ما شاطش احمد فادي هاني، جاله يوسف في سكرين. فادي
الله على الاسيست اللي عمله احمد فادي هاني، ولكن يوسف رفض الهديه. عمل باصه حلوه قوي احمد فادي هاني. عمر عماد ياسين وليد فؤاد صبحي وهدان على الثلاثيه ما بتجيش، والمتابعه ليوسف من اعلى نقطه. ابراهيم هجمه سريعه اهلاويه، ابراهيم عمر حاتم ابو الفتوح وقف على كورته، يبقى كده خلاص هنوقف ونهايه احداث الفتره الرابعه بفوز النادي الاهلي 79-40. مبروك للنادي الاهلي، الف 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 مبروك، التاهل الى دور الثمانيه مبروك للنادي الاهلي. كده لقاؤه مع القناه القادم الرجال هيكون لقاء تحصيل حاصل خلاص بتاهل النادي الاهلي. اصدقائي الاعزاء سعدت جدا جدا بحضراتكم، استنونا الساعه 6 ان شاء الله ومباراه الكبار الاهلي والقناه. شكرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.